انت عارفة يا ليلى يا حبيبتي انا بنحبك قد ايه، ونفسي ومنى عيني نشوفك اسعد واحدة في الدنيا. ما تخشي في الموضوع كده على طول يا مرات خير. انا عارفة يا اختي انك زعلانة مني وواخدة على خاطرك، بس ربنا وحده اللي يعلم انك زي اختي الصغيرة ويمكن اكتر كمان. تعالي بقى ننسوا اللي فات ونفتحوا مع بعض صفحة جديدة. وهنكتبوا ايه بقى في الصفحة الجديدة دي؟ كل خير يا حبيبتي، كل خير. ده انت بنت حلال مصفي وقلبك ده كده زي البفتة البيضة. سبحان مغير الأحوال يا مرات خالي. ما بلاش تقولي لي يا مرات خالي، وقولي لي يا نوال كده على طول. ماشي يا نوال. الله، طالعة من بقك زي العسل يا ليلى يا حبيبتي. مبسوطة كده يا مرات خالي؟ يوه، وبعدين يا ليلى؟ وانتوا عملتوا ايه يا أنور؟ ولا حاجة يا غريب يا أخويا. الصيادين كل واحد راح في وادي، وبين عاملين زي شويه طرش بيتكلموا مع شويه عمي، لا دول سامعين ولا دول شايفين. هي عادتهم ولا هيشتروها؟ اللي عمرهم ما اتجمعوا على حاجه واحده ابدا. شاهين ده عايز مصلحتهم الهبل اللي ما بيفهموش دول. ما هو عشان شاهين صاحب الفكره ما هوش عاجب الصيادين اللي في كافه فؤاد واللي بيكرهوا شاهين، ودولت مش شويه. يا ما كان نفسي الصحه تبقى مساعده يا انور، انزل احط كتفي في كتف شاهين وانصره واساعده. بكره تقوم بالسلامه يا غريب وتعمل كل اللي انت عايزه. طب هنقوم نعمل لكم شاي تاني. في ايه يا غريب؟ مالك في ايه؟ سعاد الحقينا يا سعاد. غريب مالك يا امي؟ يرد عليا الحقني يا عمر الدكتور بسرعه على قد ما. حاضر على طول. اسم الله عليك. مش قلت ان انت هتفتحيها في الموضوع؟ حصل يا حاج. لا امال ما كلمتهاش لحد دلوقتي ليه؟ صل على النبي يا حاج. عليه الصلاه والسلام. الاستعجال والزن في الموضوع ده مش كويس، سيبنا انا بطريقتي كده واحده واحده نجس نبضها ونعرف اللي جواه. مش جايز يكون في حاجه كده ولا كده. حاجة كده ولا كده ازاي يا نوال؟ في يا حاج مالك؟ ليلى بنت حلوة ومليون يتمنوها، مش جايز يعني يكون في حد شاغلها ولا قلبها راح له غصب عنها؟ احنا بقى لو فتحناها دلوقتي في موضوع جلال مش هتوافق، فهمت؟ طيب انت ناوية تكلميها امتى؟ قريب قوي، هتسمع خبر يفرح قلبك ويسعدك. أنا جواز ليلى عندي دلوقت أهم حاجة عشان أنت تطمن وتتبسط. ربنا يخليكي ليا يا أصيلة يا كاملة. خلي بالك يا نوال مكان ما هتحطي رجليكي، اوعي تحطيها جوه خي. كفاية عليك الخيات اللي وقعتي فيها، لأنك لو وقعتي المرة دي هتضيعي كل حاجة يا نوال. المرة دي هتكسبي كل حاجة يا تخسري كل حاجة. والله أنا خايف الزمام يفلت مننا يا كبير. لو عندك قفص ملان فراخ وفتحت القفص صعب أوي إنك تلم الفراخ، لكن لو مسكت القفص وفضلت تهزه لحد الفراخ ما داخت هيبقى سهل قوي انك تلمهم. ده لو كان فيهم نفس اصلا عشان يخرجوا.
وده اللي انت ناوي تعمله مع شاهين وحسان مش كده؟ واللي انت لازم تعمله مع الكل. الكل لازم يفضل دايخ، ولو حد فاق تناوله على نافوخه لحد ما يدوخ تاني. وهلم جرة. تسلم لنا دماغك يا كبير. اقولك على حاجة، دماغك دي عاملة زي طبق البنور. تعال تعال يا برنس عويس، تعال تعال يا عبد الله. هنا بقى نعرفوا نتكلموا بعيد عن الناس. وايه يعني اللي مخليك متاكد قوي ان هوافق على الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هتبطل ما لعبش حد يا عبد الله. تعال معانا كده دخلي طوالي. يا ابو الرجال، احنا عارفين انك انت بتطيش الواد اللي اسمه شاهين ده، والود ودك انه ينزاح من سكتك ويغور في داهيه وباي طريقه. عشان هو لما ينزاح ويغور في داهيه وباي طريقه هيخلي لك الجو يا حلو، وتبقى انت الريس بتاع كل المراكب بتاعت الحاج حسان، وهتبقى انت الكل في الكل عنده، مش صح؟ وبعدين ما تاخذنيش يعني ايه؟ هو انت هتعمل حاجه غريبه عنك يا ده عبد الله؟ قصدك ايه يا عور؟ الله يا ابو الرجال، ما انت عارف قصدي كويس. الرصاصه يا عبد الله، الرصاصه يا عمنا. رصاصه ايه؟ ما تقول له يا عم. هقول له يا برنس عويس، هقول له الرصاصه يا عبد الله، الرصاصه اللي طلعت في الخناقه بتاعت منذر وشاهين، وبدل ما تلبس في شاهين لبست في فوده. هو فين اللي اسمه شاهين ده؟ انت اللي اسمك شاهين؟ قدرت تنفد من شومه حمزه، بس مش هتقدر على رصاص منذر يا شاهين. ايه اللي انت بتقوله ده يا عور؟ انت اتجننت يالا ولا ايه؟ انت جاي ترمي بالك عليا؟ يظهر كده يا برنس عويس اننا هنقعدوا طول الليل نلف وندوروا حوالين بعض زي القط في الفار. لا ما هي بانت. يلا بينا بقى نقول للريس فؤاد ان ابو الرجال مش قدها، نشوف حد غيره. استنى بس يا ريس عويس، استنى يا اخويا، استمر بالله كده. الله الكلام اخده وعطى. عندك حق يا هدهد في كل كلمه قلتها. انا نفسي افتح عين واغمض عين ونلاقي شاهين ده اتمسح من على وش الدنيا، وانا معاكم. حلو، يبقى طرطق ودانك وركز في كلام البرنس عويس كويس، وخد بالك معانا عشان انت كل احلامك هتتحقق قريب قوي. ايه اللي انتوا عايزين تعملوه في شاهين وانا من ايديكوا دي لايديكوا دي؟ مية مية ولا فراخ الجمعيه تعجبني. اسمعني بقى كده وركز معايا قوي، العملية المرة دي محتاجة راجل مش عيل خرع. إنما بقى لو فلتت زي المرة اللي فاتت ويمين الله لأقطع من جتتك حتت وارميها للكلاب. أمان؟